السلام عليكم الدراري، معكم سيمو. فيديو جديد. الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم غادي نتفاهموا فيه الطريقه كيفاش تعلم الكليب ديالك، فين يخسر اولا فين يدير الطواليت ديالو، فين يدير الامور الشخصيه ديالو. بالنسبه للطريقه هذه، شحال هذا الدراري طلبوها مني في لي كومونتير، شحال هذا كنلقى لي كومونتير باش ديرنا فيديو على الطريقه كيفاش الكليب يدير الطواليت ديالو وداكشي، وكنت عارف شي طريقه شي طرق ولكن ما باش نشرحها. المهم الاخوه، قبل ما نتعمقوا بزاف في الموضوع، ما كرهتش هذا الفيديو هذا تفرقعوه بلي كومونتير، فرقعوه بلي كومونتير، واللي ما ابونيش يتابونا معنا ونبداو على بركه الله. هم تنقول الصبر حتى وكنجربهم ونتاكد من المصداقيه ديالتهم، واش زعما يصدقوا مع الكليبات ولا لا. وفعلا هذه المده فاش جبت الكليب ديالي غوست دابا تقريبا سيمانه و4 ايام، نقول لك 10 ايام باش جبته، طبقت مع دوك الطرق اللي عارف، وفعلا عطاو نتيجه اللي زوينه واللي انا عجبتني شخصيا. وغادي نشرح طريقه عموما، تسمع بزاف ديال الطرق ولكن كلهم دايرين، كلهم المغزى ديالهم واحد، تفهمنا كلهم المغزى ديالهم واحد. الطريقه اللي استعملت انا هي كتعتمد بالضبط على النهار الاول فاش يلاه كتجيب الكلب، وعلى العمر ديال الكلب فاش كتجيبو. لحقاش الام ديال الكلب، الام ديالهم مهم، كتعلم الكليبات كتعلم وليداتها ان البلاصه فاش ساكنين فاش كاينين ممنوع يخسروا فيها، فاش كاين عسو هذا ممنوع تخسر فيها. الا شي واحد خسر فيها تقدر تدور فيه، تقدر تعضو، تيوصل الامر حتى لانها تقدر تعضو. كاش كتعلموا كتعاود لهم التربيه مزيان، يعني كتعلم لهم شي قواعد اللي زوينين. يعني النصيحه اللي كنعطيها حتى للدراري اللي باغي يتقضوا كليبات مستقبلا، اذا لقيت تقضى كلب ما تقضاهش في قل من شهر، على الاقل 45 يوم، شهر ونص، حتى شهرين، فاش تقضى الكليب ديالك وتبدا معاه. لاقاش الام ديالو كتعلمني بزاف ديال القواعد، ومن اهم القواعد اللي هي ان الكليب كتعلمو امو انه ما يخسرش في البلاصه فاش يكون، يعني البلاصه فين عايش فين تيكون ما تتعلمو ما يخسرش فيها. فشنو الطريقه اللي اعتمدت انا كان شخصيا واللي طبقت؟ الكلب كي عرفتو جاني من كازا، يعني جا في الكار، جا تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال اكثر تكون 8 السوايع ديال الطريق. يعني فجاه جبتو خليته يرتاح، ما عطيت ليه لا يشرب لا والو، خليت واحد ساعه حتى ما كان استراح، نط عطيت ليه يشرب. فاش شرب نيشا خرجو الزنقه، خرجو الزنقه، داز واحد 5 دقائق هو يبول طاريستي، فوالا مزيان داكشي اللي بغينا، واحد المش طلع فوالا مزيان داكشي اللي بغينا، حيت جبال بلاصه من غير الطه. من بعد دخل عطيت ليه ياكل، كلا وكلشي، صبرت عليه تقريبا واحد شحال، تقريبا واحد نقول واحد نص ساعه، وانا نعاود نخرجو قدام في الزنقة، وهذا خسر. قلت ليه فوالا، عاوتاني كاريستيتو مزيان، ما عطيت لي لا مكافأة لا والو، هي اللي كاريس الكلب عارف فاش كان، فهمنا؟ لاقاش الكلب راه تابع لي كاريس، راه تيفهم، راه تيعرف، راه قلت له كاريستيتي هو فاهم النبرة ديالك، وإلا ضربتي فيه قلت ليه نو هكا وضربتي، راه تاهي كيفهم بها. فملي دازت العملية هذي النهار الأول دازت مزيان، أولا في الدقائق الأولى فاش يلاه جبتو، فهنا راه أش نقول لك، راه 75% ديال الخدمة راه درناها. علاش؟ الكلب فين خسر النهار الاول فين كيعاود يخسر، تيخصو يتبع ريحتو، كتحطو في البلاصه فين حطيتيه النهار الاول خسر، كيشمشم فيها كيلقى الريحه ديالتو، كتقشعو كيبدا كيدير شي دورات كيحطها تما. غير هو انت خاصك تحترم شي شروط، ان الكلب ما تفورسيش عليه عاوتاني، عطيت تقريبا كل مورا كل وجبه بواحد نص ساعه يخرج يمشي يقضي الغرض ديالو. من ناحيه الماء، الا لقيتي كل ساعه خرجو، الا كان باقي صغير في القياس ديال هذا، القياس ديال هذا تقريبا كل ساعه ساعتين خصك تخرجو باش يمشي يبول، كل ساعه ساعتين تكون ملتزم بهم، فهمنا؟ بالنسبه للكبار تخسر الكبير، هذا كتعطيه تقريبا ورا كل وجبه، ورا كل وجبه بواحد ساعه المكانه غادي تخرجو، غادي يديرهم، راه كيشدهم، غادي يخرج، غادي يلعب واحد شويه، تعطيه ربع ساعه ديالتو، غادي يدور شويه، غادي يديرهم. هذه هي الطريقه اللي اعتمدت انا شخصيا، واللي بزاف ديال الناس اقترحتها عليهم واعتمدوا عليها. كيف قلت لك، الاصل ماشي الاصل ديالها، وانما الا بغيتي تكون فعال اكثر حاول من النهار الاول تصدق، تحاول زعما ماشي تصدق، تحاول تجيبها لاصقه انه يديرها في البلاصه اللي بغيتي انت، لحقاش ديك البلاصه فاش غادي يبقى كيديرها ديما، ما غاديش يجي يخسر لك في الفراش ولا شي لعبه، غادي يبدا الكلب تيشمشم فين كان دارها النوب الاولى باش يعاود يديرها، تيخصو يلقى ريحتو. نفترضوا مثلا دارها لك في الفراش ولا دارها في شي بلاصه، خسر، دار الكبار في شي بلاصه، شنو غادي دير انت؟ يمكن هذيك البلاصه غادي تخبي بعدا الكلب، تدخلو للبلاصه ديالو ما يشوفكش، بقاش يقدر يعتمد هذا البلان هذا، لكن ما كانش الكلب كيشوفك بزاف يقدر يعتمد هادي لصالحو، انه غادي يبدا يخسر باش تجي انت تنقي التخسار ديالو قدامه هو تيشوف فيك، وهادشي حنا ما بغيناش بطبيعه الحال. اعتز الكليب، تدخلو للبلاصه ديالو لاكاش ديالو ولا شي بلاصه، جيب هز داك التخسار ديالو ديرو في شي ميكا، لاقاش باقي غادي نعاود نحتاجوه. دابا نقول لكم فاش اعتز داك التخسار، لا شوف شفتك شي عض، لا لا اص مليح اص
فهمنا اجهزه داك التخسر غادي تخبيه، تجيب جافيل صاني كروا الخل اي حاجه ديال التعقيم وديال التنقيه وغادي تنقي داكشي مزيان اخويا، غادي تنقيه مزيان فهمتي، تنقيه مزيان مزيان مزيان، ما تخليش الريحه ديال التخسر ديالو، واخا هو غادي شمه غادي يبقى شويه اثار، ولكن حاول ما تخليش كاع الريحه وداكشي تفهمنا. من بعد شنو غادي دير؟ غتمشي للبلاصه انت اللي بغيتي الكلب يبدا يخسر فيها، غادي تحط فيها داك التخسر ديالو، هادشي غادي تحطو شمه باش يلقى فيه الريحه ديالو فاش بغيتي تجيبو النوبه الجايه تفهمنا، غادي تحطو شمه. وكلتي الكلب دازت واحد ساعه المكانه بغيتي يخسر، غادي تهزو غادي ديرها للبلاصه اللي بغيتي انت يخسر فيها واللي فيها ديجا التخسر ديالو تفهمنا، تما غادي يجي غادي يشمشم غادي يقدر التخسر ديالو، غادي يحطها تما كون على يقين، ولا صبر عليه ما حطهاش سنة قصح راسك قص في ديك الشمش، ولا شوف 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 انت شنو غادي دير، ريح راه ما غاديش تفوت ساعات المكانه لاحقاش دابا ما كيقدروش يشدوا راسهم، ما كيقدروش يتحكموا في راسهم مزيان، الجهاز شنو نسميو هذا الجهاز اللي كيتحكم في هذه العمليه هذه، المهم باقي ما كيديرش، باقي ما قادرش يكونترولي انه العضلات ديالهم يزيروا المسائل باش ما يخرجوش، يعني دغيا غادي تلقوا ما غاديش توحل معاه بزاف، تقدر توحل معاه كلب كبير كلب صغير في هذا لاج هذا ما غاديش توحل معاه، فهمتوا الدراري؟ فالطريقه هي هذه طريقه بسيطه ما فيهاش بزاف ديال التماره، الا طبقتيها كون على يقين الكلب ديالك غادي تصدق ليك معاه. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، ان شاء الله باقي غادي يجيو حلقات جداد، حلقات ديال الدريساج، اقترحوا عليا نتوما شنو بغيتو نديرو، عندكم شي افكار شي حاجه بغيتو نديروهم، ما كاين حتى شي مشكل تحديات مع الكلب ولا شي حاجه، انا راه بديت مع الدريساج دابا نصور لكم فيديوهات ان شاء الله، هو تشوفوا كلشي هو داير دو بات صافي، اولا دابا حطو شوفي حالاتو، كي قلت لكم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، ما كرهتش الدعم ديالكم بزاف بهادشي. واحد من الموطور هو هذا نصبعنا هنايا كاين دابا، المهم الاخوان كي قلت لكم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، بغيت شي دعم اللي يكون اسطوري بغينا نرجع لاشين كيما كانت، وبغينا نوصلوا ل 100000 ابوني ماشي 10، بغينا نوصلوا 100000 100000 بغينا نوصلوا لها، ماشي ديك 10000 واصلين لها واصلين لها، مابقى قد ما فاش. كي قلت لكم اقترحوا عليا مواضيع اللي تبغوا ندويو عليهم، اقترحوا عليا بلانات في لي كومونتير، بغيت بزاف ديال لي كومونتير في هذا الفيديو هذا، بغيت بزاف ديال لي كومونتير بزاف بزاف بزاف.